أجرى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زايد رعد الحسين زيارة إلى شمال وشرق سريلانكا لتقييم التقدم الذي أحرزته البلاد في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب المزعومة. والتقى المسؤول الأممي خلال زيارته القصيرة إلى شمال البلاد بأقارب أشخاص اختفوا خلال الحرب بين القوات الحكومية ومتمردي نمور التاميل. ويعتبر زيد أول مسؤول أممي رفيع المستوى يزور مناطق الصراع في شمال سريلانكا منذ نحو 2.5 العام، وهي المناطق التي شهدت حربا امتدت 26 عاما وانتهت في مايو 2009. وبدأ زيد زيارته إلى سريلانكا بعد تصريحات من الرئيس السريلانكي ماثريبيلا سيريسينا المنتخب العام الماضي، التي قال فيها إنه ليست هناك حاجة لمشاركة أجنبية في تحقيق نزيه ومحايد عن الحرب. كان ائتلاف الرئيس سيريسينا قد وافق على قرار الأمم المتحدة الذي دعا لعقد مصالحة بعد الحرب وإجراء تحقيق في جرائم الحرب المزعومة. وتقول الأمم المتحدة إن جيش سريلانكا ومتمردي نمور التاميل ارتكبوا جرائم حرب على الأرجح خلال فترة الحرب. ويعارض كثير من السريلانكيين أي تدخل أجنبي، فيما يعتقد أنصار رئيس سريلانكا السابق ماهندرا جاباكسي أن قرار الأمم المتحدة بشأن ضرورة التحقيق في جرائم الحرب يستهدف معاقبة الجيش على نحو غير عادل.